بسم الله، شوف مع بعض برنامج بيرس الخرائط الذهنية اسمه ماندري. برنامج بيرس الخرائط الذهنية على برنامج الاندرويد. تقول له مثلا عايز ارسم خريطة ذهنية جديدة، هسميها مثلا الكيمياء، تمام، وتختار لها اللون بتاعها، وتقدر تحط نوتس فيها زي ما انت عايز، الايكون بتاعتها تبدأ تشوف ايه الايكون المناسبة ليها. مثلا اي حاجة طلع مثلا ديت واقول له موافق، تمام. طيب عايز اضيف بقى العناصر الفرعية. هو الفكرة كلها في الموضوع ان انا مثلا عايز الخص مادة كاملة، او عايز احط خطة مثلا لرحلة كويسة، او عايز قريت كتاب كامل وعايز الخصه، تمام. فاقول له علامة الزائد ديت، وابدأ اقول له على العنصر الفرعي الاولاني مثلا، وليكن مثلا ذهب الكالر، تقدر تختار اللون بتاعه، وتقدر تختار الايكون بتاعه، تمام. تحدد عنصر اخر، تيجي هنا تحدد عناصر فرعية من الذهب دوت، تمام. ذهب واحد مثلا، او ذهب 24 لوت، ذهب 24 الكولر واللون فده بيساعدك ان انت تنظم الافكار بتاعتك، تمام. لو انت جيت هنا مثلا بصيت على المشروع دوت ويلكم، هتلاقي ان هو محطوط فيه عناصر. اول ما تلاقي 3 نقط دي معناها ان في حاجات جوه لسه، تمام اهوت، تمام. فتقدر تلاقي صور مثلا للحاجة اللي انت شغال عليها، وتقدر تلخص منها كامل، او يعني مثلا تذاكر مثلا بي ام بي او ليد او كده، وحاسس ان معلومات كتيرة تقدر تعملها شكل خرائط ذهنية سهل على الإنسان إن هو يفتكرها. تبقى ورقة واحدة فيها كل المعلومات، أول ما تشوفها تفتكر كل حاجة.